اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. يا رب يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإكمال، وكن لنا واصلح البال. يا رب يا خير كفي، احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفسير وجوال، وقد أتاك بمحض جودك والإفضال، وابنون عليه بتوبة تغسل من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة، لكل ما عنه قد حال، فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، على عن ضر بالأمثال، جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم، وحمدك والإجلال. وصل في كل حال على مزيل الضلال، من كلمته الغزالة محمد الهادي الدار. والحمد لله شكرا على نعمه تترى، نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال، والحمد لله.